جرى الحب في الأضاحي حيث جرى الدم فيا زحلي اللون والدم علم. هو العلامة محمد الإمام بن البخاري بن حبيب الله بن بارك الله، ولد سنة 1206 للهجرة بتيرس شمال موريتانيا. أظهر الفتى الشيخ محمد المامي نبوغا مبكرا وذكاء وقادا، حيث حفظ القرآن الكريم ثم سافر إلى منطقة التلالسة وأقام بها فترة لينتهي به المقام في منطقة فوتا، ثم عبر نهر السنغال واتصل بأمراء النهر الذين يحكمون بالعدل ويشجعون العلماء. ورغم أن رحلته هذه مفقودة، إلا أن المتتبع لآثاره عامة وقصائده خاصة يدرك أنها أثرت في توجهاته الفكرية والعلمية. عاد الشيخ محمد المامي إلى تيرس وهو لا يزال شابا، فأسس محضرته التي اجتمع عليها الطلاب من كل حدب وصوب. لم يذكر المؤرخون أشياخا محددين أخذ عنهم العلم أو مدرسة معينة درس فيها، ولعله إنما أخذ العلم عن طريق الاطلاع الواسع والرحلات العلمية، وهو مع ذلك متعدد المواهب، فهو أديب ولغوي وفقيه وأصولي ومفكر وسياسي ومصلح اجتماعي ومؤرخ. وقد ترك العديد من المؤلفات في التوحيد والفقه والسيرة النبوية والنحو وقوانين الدولة والجغرافيا، وتكلم عن اكتشافات المعادن إلى آخره، وقد قام بإدخال تحسينات في المناهج التربوية المعمول بها ببلاده أنذاك، مثل حفظ المباني في نظم المقولات النحوية ونظم خليل وترتيب نزول الناسخ والمنسوخ، وله أكثر من 28 مؤلفا بالإضافة إلى ديوانين أحدهما فصيح والآخر شعبي. كان متميزا حتى في عناوين كتبه وقصائده، مثل كتاب البادية والدلفينية والمورودية في الأحكام النبوية، كما أنه نظم مختصر خليل في الفقه المالكي، وختمه بقصيدة سمية السلطانية عدد فيها بعض مؤلفاته التي كان يعرضها على معاصريه بغية نقدها. وله أيضا اختصار لمنظومة بوطليحية للنابغة الغلاوي، اختصرها بشكل مركز ومملوء بالرموز فيما يشبه الألغاز. عاش عمرا يناهز 70 عاما، وتوفى رحمه الله سنة 1286 للهجرة. تغمده الله بواسع رحمته. بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الثقافية.